يطلعونه لحد يوم الأحد ويأخذون من عندنا كفالة 500,000. هذا الكلام صحيح؟ 400 300. حبيبي استاذ السلام عليكم. عليكم السلام عقيد نبيل. خلنا نسمع. المنطقة ضمن أعمال فوج طوارئ بغداد. نعم. فوج العتبة الكاظمية. نعم. فدول يعتبروهم مخالفين بعد توجيهات صدرت لنا من خلال شرطة بغداد ومن صدرت من العتبة الكاظمية. كاظماوي قاعد بنا عشخانة. التعيين كل من وحزبه. إلى ذبونا جوب المركز. إلى ذبونا جوب المركز تطلع كفالة 500. 500 ألف. وأنا مالتين لزموني. مالتين بياع. لا دقيقة. أنا خادمك. ناس قالوا 50. إي حجي بس إي حجي ياخذون ياخذون. حتى قلت بتاخذ حجي. حتى قلت بتاخذ. دقيقة. أنا بخدمتك. لا دقيقة هنا. أنا عايش على الله وعلى عبان بس. الله يرزقك هنا بس. والله يشفينا شر بنادم. أنت لا سيء للرتبة العسكرية ما يخالف. ما ياخذون ابن عمي. لا لا أنت عندك دليل؟ ها شفت بعيوني شفت بعيوني بالمركز مال الكاظمية. احنا كنا نشوف. شفت بعيوني ابن عمي منطق بان جامعة أخذوني. أخذون ذول الشرطة. أخذون من ذاك البكام سوق هرج واقف صعدت مره نزل مره اخذني عيشت على الله على هالعبان بس ما عندي الله موسى بن جعفر التعيين تعيين بالصحن كل من حزبه وانا بخدمتك زين انا ابن الكاظمي اخذوني 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 قبل شهرين ايه؟ بيوم المطر ذبوني بسوق هرج سوق هرج قعدت كان يجي شو اسمه جاء ضابط صعدنا ايه؟ وانا بخدمتك وش قد بقيت انت بقيت خمس ايام اي وجت وجت عطله سبيت ولحد وطلعت لحد الاحد اي وطلعت شلون طلعت؟ وانا ابن الكاظمي طلعت كفاله وشلبوا بالمالت الموحده شلبوا بيها من طلعتهم 100 وانا اخذوا كفاله كفاله 500 اخذوا 100 مال موحده موحده اصليه هاي موجوده اخذوها اي موجوده هاي اخذوها هاي شلبوا بيها وانا بخدمتك هاي شلبوا بيها اخذوها وياماتك شلبوا بيها لا تعطي فلوس الا تطلع نعم هذا بيا مركز مركز الكاظمية خلي اسمع السوداني مركز الكاظمية اي زين اسمع المالكي هاي احنا نحاول هسه بصراحة ذولا كلها صاحبين عوال كلها صاحبين عوال انا راح اتصل حتى بصراحة رد حق الرد مكفول كلها صاحبين عوال حق الرد مكفول انت قلت انه هنا احنا اهل العرباين يجون ياخذون انا بالنسبه لك ابن الكاظمية نعم انا دا انقل معاناتكم دا انقل انا بيتنا بن عشخانة كلها تعرفني الدنيا انا دا انقل عيشت على الله وعلى عبانا بس وياك انا دا ما عندي حتى رعايه ما عندي وياك انا دا انقل مشاكلكم انا هسه راح اتصل وياك على الهواء هسه وارد افتهم انه ياخذون كفاله 500,000 ياخذون حجي ياخذون بس على العربانه ياخذون اوقف هنا انا هسه اتصل بعقيد نبيل قاطع نجدة الكاظمية نجدة مو نجدة حجي سنتصل ولا صعدوك النجدة هم يريدون باوع انت مسؤول على كلامك لكن انت اليوم ما تقول رتب تاخذ لا هذا غلط هسه احنا نتصل ونتاكد من هذا الموضوع السلام عليكم عقيد نبيل انا خطاب حبيبي شلونك حبيبي شخبارك انا اسال خطاب الله يبارك بيك عقيد نبيل انت وياي هسه على الهواء برنامج اصداء الشارع نعم. اكو فد مشكلة هنا اصحاب العرباين وحق الرد مكفول انه نعم. اشتكوا من نجدة الكاظمية قالوا احنا ياخذونا فوج الطوارئ يسلمونا الى النجدة من يوم الخميس يطلعونا لحد يوم الاحد وياخذون من نعم. عندنا كفالة 500,000 هذا نعم. الكلام صحيح 400 300 حبيبي استاذ السلام عليكم عليكم السلام عقيد نبيل خلنا نسمع المنطقة ضمن أعمال فوج طوارئ بغداد نعم فوج العتبة الكاظمية نعم فدول يعتبروهم مخالفين بعد توجيهات صدرت لنا من خلال شرطة بغداد ومصدرت من العتبة الكاظمية بين أهل المنظر غير لائق ضمن منطقة الكاظمية قاموا أول شيء بتحذيرهم بعدين ما استجابوا قاموا باعتقالهم تسليمهم من النجدة احنا دورنا شنو؟ دورنا مجرد نستلم منها نودي إلى مركز شرطة الكاظمية نعم الاجراءات مركز الشرطه الكاظميه يتوقف عن المخالفه ويطلع بكفاله بقرار قاضي يطلع بكفاله بهاي المبالغ ال 500 وال 200 وال 300 وال 400 نعم فاحنا دورنا مجرد نستلم من الطوارئ نستلم الى مركز الشرطه الكاظميه هاي اجراءات فوج طوارئ وهاي اجراءات مركز الشرطه الكاظميه يعني اجراءات قانونيه اجراءات الجميع قانونيه سمعت هاي تعتبر مخالفه
تعتبر مخالفه، وهاي توجيهات جت الى افواج طوارئ، الى قوى الماسكه خصوصا منطقه الكاظميه، يريدوها منطقه حضاريه بكونها تجي يجون يعني زوار من جميع انحاء العالم والوطن العربي، فهاي تعتبر يعني النظره لها غير صحيحه. زين، يقولوا ان يقولون احنا هم تعدوا علينا بالضرب، وهل يعني يعني بعض ما يصير اي الشخص اللي يقتل القانون ما حنا يتجاوز عليه. صح، هذا الكلام صحيح. صحيح، احنا دورنا النجده، عمل سياق النجده خدمي انساني وطني، خدمي انساني وطني، احنا مجرد مبارك جهودكم، مبارك جهودكم، واجب هذا واجبنا احنا لكل المواطنين. الله يبارك فيك عقد نبيل، وشكرا لك للتوضيح. شكرا لك، شكرا لك. اي شخص يعاني من دوريات النجده اذا اكو اي شيء سلبي بابي مفتوح، وقاتليجه الكاظميه مفتوح، يكون وحتى ارقام تليفون. انا سواقف ويا اصحاب العربين قبالي. زين، هذا عقيد نبيل موجود وياكم نجدة الكاظمية، دي يقول لك أي واحد إنه أي منتسب يتعدى عليكم أو يضربكم تجون عليه ويمكن خاطركم ولا طيب؟ بعد أكثر من أيوة هذا. أي منتسب يخالف القانون، هي المواطن بابي مفتوح، أرقام تليفوناتي موزعة ضمن منطقة الكاظمية، وأنا موجود بأي وقت. الله يبارك بيك، شكرا لك عقيد نبيل، شكرا لك. حبيبي. حياك الله، حياك الله. سمعت هسه بخدمتك انا وياكم والله ولا هسه هو تعيين 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 التعيين اسمه قصدك تعيين موسى من جعفر كل من حزبه هسه احنا انا بخدمتك بس الشرطه هم ياخذون مالات لا لا